وسائل إعلام تونسية تضبط أجنداتها على القمة العربية القادمة بالجزائر، وكلها تنويه بشعار رامي إلى لم الشمل العربي، شعار بدأت الجزائر تجسيده قبل القمة بتوحيد الفصائل الفلسطينية. نحن نتابع بصفة يومية، يمكن المتابعة حتى على صحيفتنا، يعني نتابع الأخبار العربية والجزائرية بصفة خاصة خلال هذا الموعد الذي يفصلنا عنه يعني تقريبا بضعة أيام. سيكون أيضا حدث مهم جدا وهو العيد الوطني الجزائري وانتصار الثورة الجزائرية، ونأمل أن يكون كل هذا محفز للإخوة الفلسطينيين ولكل الحضور الذي سيواكب هذه القمة في الرغبة في تغيير الواقع. من جهتها ثمنت الطبقة السياسية التونسية جهود الجزائر في توحيد الصف العربي عبر القمة القادمة. سياسيون تونسيون يرون إجماع الدول العربية على موعد الجزائر نابع من الدور المحوري الذي أضحت تلعبه الدبلوماسية الجزائرية بقيادة رئيس الجمهورية. لو تنجح الجزائر، وستنجح، في تحريك القضايا واضحة في الصدارة وتصبح محل اهتمام بحثا عن الحلول، أعتقد أنه ستكون خطوة جبارة جدا. الجزائر لها كل الإمكانيات ولها كل القدرات السياسية ولها كل القدرات أيضا التاريخية أن تصبح القاطرة للم الشمل العربي. وضوح الرؤية لدى الرئيس عبد المجيد تبون ووضوح الخطاب السياسي على مستوى الإشكالات والاستشكالات الإقليمية والدولية سيعطي لهذه القمة قدرة أكبر على مستوى تنفيذ القرارات. فأعتقد هو مجرد أن تنعقد هذه القمة في الجزائر في أول نوفمبر في تاريخ عنده رمزية كبيرة لشعب الجزائر وللشعب العربي عموما، أعتقد هو انعقاد القمة في حد ذاته يعتبر نجاح كبير للأشقاء في الجزائر. تونس التي احتضنت آخر قمة عربية سنة 2019 تتطلع ليكون موعد الجزائر جامعا وموحدا للدول العربية، وهو ما يضفي لقمة الفاتح من نوفمبر أهمية خاصة لكل العرب.